فرنسا أو الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة التي المناطق التي تتفشى فيها الآن يعني نسبة الإصابة الأكبر، هي اتخذت إجراءات متأخرة جدا، كانت الإجراءات تطبق في إقليم وإقليم آخر لا. في البداية لم يتم غلق الحدود أو لم يتم وقف الرحلات الآتية أو الذاهبة إلى الصين مركز تفشي الوباء، وأتت وفود متعددة سياحية وفي العلاقات التجارية وما إلى ذلك أتت من الصين. الجانب الآخر أيضا، عندما تفشى الفيروس في إيطاليا لم تغلق الدول الأوروبية الحدود مع إيطاليا، ونحن نعلم بأن فرنسا كان بها يعني توقيت الأجازة، أجازة منتصف العام، وكان هناك العديد من الفرنسيين الذين ذهبوا إلى إيطاليا وإلى مناطق في جنوب شرق آسيا وعادوا في هذه الفترة. كان معظمهم طبعا يتمركز في أو يتواجد في مناطق الشرق الفرنسي والجنوب الفرنسي، هذه الإقاليم اتخذت فيها إجراءات، ولكن باقي الدولة لم يتم فيها سواء الحجر الصحي غير متأخر جدا. الدولة اتخذت يعني العديد من التدابير والإجراءات، أولها هناك أسباب يعني محددة لكي يخرج فيها المواطن خارج منزله. أولا من هذه الشروط طبعا هو أن يكون خارج لسبب صحي، مثلا لشراء مستلزمات طبية أو للذهاب لاستشارة طبية. الجزء الثاني هو لشراء يعني الاحتياجات من الغذاء. يمكن أن نقول بأن السوبر ماركت هي الشيء الوحيد يعني المفتوح للمواطنين في هذا التوقيت. طبعا هناك ايضا شرط بانه لا يمكن للشخص ان يذهب بعيدا اكثر من 1 كيلومتر بعيدا عن منزله اذا استلزم ان يخرج من بيته. بالطبع هناك ايضا لابد ان يحمل بطاقه يقوم ب يعني بماضيها بخط الأيدي، يكتب فيها إلى أين يذهب ولماذا هو خارج منزله، يقول فيها أيضا ما هي المدة التي سيستغرقها خارج المنزل. هناك العديد من رجال الشرطة المتواجدين في كل مكان، ولذلك يمكن أن يعني يتم مساءلة الشخص خارج منزله لماذا هو ليس في البيت. طبعا هناك خروج للعمل، ولكن ايضا هناك يعني مطالبه من قبل يعني رئاسه الحكومه، قالت بان حتى اذا كان الشخص لا يستطيع العمل من منزله عبر الانترنت، وهذا هو يعني حثت الدوله للعمل بهذه الطريقه، واذا استلزم الامر بانه يخرج للعمل فهناك طبعا تدابير وقائيه اتخذت، وانه لابد ايضا من ورقه من صاحب العمل تقول بان عمله يستلزم خروجه والذهاب لمكانه كان العمل. كانت هناك حملات توعية وطمأنة للأشخاص بأن الاحتياجات من خصوصا الاحتياجات من التغذية أو التعقيم أو التنظيف بأنها سوف يعني تواصل تواجدها في السوق ولن تنقص أبدا. كانت هناك إجراءات أيضا لزيادة الإنتاج في بعض السلع الأساسية وزيادة وفرتها في الأسواق. طبعا التكدس أو الذهاب للتسوق في السوبر ماركت كان في بداية الأزمة أو في ال10 أيام الأولى من شهر مارس كانت بالفعل قوية جدا وكثيفة جدا. الآن يعني قلت بعض الشيء. هناك بعض السوبر ماركت التي تمتلئ بالبضائع، البعض الآخر أيضا ينتقص، ولكن في المجمل يعني ليست هناك أزمة في هذا السياق. طبعاً
هناك أسباب متعددة لارتفاع طبعا أعداد الوفيات والإصابة في فرنسا. طبعا هي الدولة الثالثة أوروبيا بعد إيطاليا وأسبانيا، سواء من حد عدد الإصابات أو حتى من عدد الوفيات. هناك أكثر من 6500 حالة وفاة في فرنسا حتى آخر إحصائية يعني صدرت مساء أمس. طبعا الأسباب يمكن أن نعددها ونقول مثلا بأن أولها بأنه اكتشاف الأمراض أو قدرة الدولة الفرنسية في بداية الأمر على إجراء الفحوصات أو التحاليل الطبية لاكتشاف المرض لم تكن بالنسبة الكافية، وبالتالي ابتداء من دخول شهر أبريل بدأت فرنسا حوالي تنتج أكثر من 500 ألف، يعني تجري يعني حوالي 500 ألف تحليل يوميا. وبالتالي هنا تم اكتشاف المرض بسرعة. أولا من ناحية يعني الأعداد المتزايدة، تم اكتشاف أعداد أكثر من قبل أو ارتفعت وتيرة الاكتشافات عن الأيام الأولى، وأيضا عدد الوفيات ازداد لأن الاكتشاف المرض كان متأخرا جدا. بالإضافة إلى أن هناك سبب آخر بالطبع، وهو سبب بأن إمكانيات المستشفيات أو المراكز الطبية لم تكن كافية لاستقبال كافة المرضى. يعني كما نعلم، وآخر أيضا بيانات صادرة قالت بأن هناك أكثر من 1200 شخص ماتوا خارج المستشفيات، لم يكونوا محجوزين في المستشفيات. آخر إحصائيات كانت تقول بأن مثلا في المستشفيات هناك 7 أسرة فقط كل 1000 شخص. وطبعا مع ارتفاع الإصابات بكورونا لم يعني تتمكن المستشفيات من استقبال كافة المرضى. بداية الجو الصيفي وهو الذي ينتظره الفرنسيون من يعني طوال فصل الشتاء، هنا الجو هو مشمس جدا، ونحن نعتقد يعني على ثقافة فرنسية للخروج في هذا التوقيت، التنزه في الحدائق، التواجد خارج المنزل حتى خصوصا في فترات الصباح والليل. أكيد بالطبع هو يعني أمر متعب نفسيا بالنسبة لهم. فكرة التباعد الاجتماعي أيضا، يعني نحن نراه حتى في نزول لشراء المستلزمات الأساسية، هناك مسافة لا تقل عن متر ما بين الشخص والشخص الآخر. هناك حالة هلع في هذا السياق، يعني عندما يرى الشخص الآخر يتباعد بشكل ملحوظ وبشكل سريع جدا. يعني هذا التباعد الاجتماعي أيضا له أسباب نفسية. فكرة أننا مقبلين على فترة أعياد في فرنسا، وأنه يصعب على الكثيرين الذهاب وقضاء العطلة مع أصدقائهم أو في وسط عائلاتهم، وبالتالي يعني هذا كله طبعا الجانب الاقتصادي. هناك أكثر من 4 مليون فرنسي وقع في تحت وطأة البطالة فيها منذ شهر مارس بسبب انتشار الفيروس. طبعا الكارثة الاقتصادية لها تبعاتها النفسية والاجتماعية الكارثية، وبالتالي كل ذلك يؤثر بالطبع على نفسية المواطنين الفرنسيين.